دخلت الطبيعة، انا عارف ان اخويا متعور، معديه من جنب بص على الترول، فاحساسي كده قال لي حط ايده على كتفي، راح منزل ايديه من على التليفون وقال لي بقاء لله محمد شد حيلك. طبعا بقاء لله محمد شد حيلك دي ده اسود كلمتين سمعتهم في حياتي. اخويا قدامي دي صعب قوي، اخويا لو قدامي دي انا حطه جوايا كده مش هسيبه قدامي. مساء الخير عليكم مشاهدي صدى البلد في كل مكان، اهلا بيكم. النهارده حلقه جديده من برنامج السر، ولكن السر اللي معانا النهارده يكسر الخاطر. احمد شاب عنده 36 سنه، ما بيظهرش في المنطقه غير لاسباب كلها خير، يا اما ينزل يصلي في الجامع او ينزل يشتغل او يحل مشكله بين اتنين او يساعد حد من اهل منطقته. وفي يوم احمد نزل يصلي زي الطبيعي وزي ما هو متعود في الجامع، نزل يصلي العشاء لقى طفلين بيتخانقوا مع بعض، اكبر طفل فيهم عنده 10 سنين، سلك ما بينهم ومشى كل واحد في اتجاه ودخل يصلي العشاء. ولكن احمد لما خرج من المسجد شاف مشهد من اصعب المشاهد اللي ممكن تمر على اي انسان في الدنيا. خليكم معانا عشان هننزل حلوان نسأل اهل احمد ايه اللي حصل معاه بالظبط وليه تم قتله، وكمان هنسأل اهل المنطقة عشان نتأكد من اخلاقيات احمد وطريقة احمد معاهم في المنطقة ايه. تابعونا. والله انا اقول لحضرتك، انا يعني اللي عرفته انا كنت جاي على الطريق الاوسطي وجاي من الشغل، اتصلوا بيا قالوا لي ان اخوك متعور عامل مشكلة عند خالته، لان هو كان على خلاف مع زوجته في حدائق حلوان وراح يقيم عند خالته، قعد حوالي تقريبا شهرين. انا اللي جالي التليفون قال لي اخوك متعور مع جيران خالتك متخانين بسبب العيال، روح شوف هتلاقي اخوك في حلوان العام. اتجهت على حلوان العام، طبعا في حلوان العام كان متواجد اسم شرطه حلوان العام كله، لان كان في حاله غرق موجوده في الـ في الـ في المستشفى، وكان في حد ميت تاني، وكان غير اخويا برضو التالت. طبعا انا ما كنتش اعرف، انا دخلت الطبيعي انا عارف ان اخويا متعور، ف ماليش دعوه بشرطه او اسمه او الموجود في المستشفى. دخلت ادور في الطوارئ او الجراحه ايا كان بيخيط، طبيعي يعني انا عارف هو متعور فهلاقيه في طوارئ في جراحه، طبيعي لاي مستشفى. دخلت وانا داخل معديه من جنب بص على الترول، فاحساسي كده قال لي ملفوف كله، ايدين ورجلين ووشه وكل حاجه ملايه الملفوف، بس اقسم بالله وحياه عيالي انا حاجه قالت لي ده احمد. قلت له مع الباشا ده احمد السيد؟ قال لي لا ده في ثلاث حالات ميتين. طيب ماشي. دخلت ادور برضو كل الممرضين اللي جوه في الجراحه، بسال دي اقول لها احمد السيد رمضان او احمد زارع بتاع مشكله العين، محدش عايز يديني عقد نفع. كل ما ابص المريضه دي تلف وشها ودي تقول لي معرفش ودي، وهم عارفين هو شبهي، عارفين ان طبعا صدمه بقى ان يعني المريضين مش عايزه تقول لي. طلعت بره جريت اتوجهت على طول على محمد بيه مجدي رئيس المباحث، مشكورا يا محمد بيه انا احمد اخويا جالي تليفون ان هو متعور وفي حلوان العام. كان بيتكلم في التليفون قريب من باب التلاجه كده، حط ايده على كتفي راح منزل ايديه من على التليفون وقال لي البقاء لله محمد شد حيلك. طبعا بقاء لله محمد شد حيلك دي ده اسود كلمتين سمعتهم في حياتي اكيد. طبعا انا ما هو محمد بيقول لي كده رئيس مباحث اسمنا يعني اكيد عارف وكلامه صح، انا برضو مش كبير وابويا وصاحبي وزميلي واخويا وكل حاجه الوحيد. اللهم لو كانوا 10 يعني برضو غلاوتهم اكيد، بس اما بيكون وحيد وبيبقى طيب وغلبان يعني احمد حد كويس قوي، فراق صعب عليه قوي قوي قوي. احمد اتقتل ليه؟ احمد اتقتل غدر حزب الله ونعم الوكيل. احمد راجل يعني مقيم عند خالته على خلافات بزوجته، ساب زوجته وساب لها البيت والعيال وبعت لها مصاريف وكل حاجه وراح اقعد عند خالته شويه، راح اقعد عند خالته ونزل يصلي العشاء. خالته معاه ابنها محمد عنده 10 سنين بيلعبوا بيلي في الشارع مع عيل برضه من سنه، تقريبا مسكوا ببعض عيلين بيتخانقوا مع بعض في اثناء ما احمد نازل يصلي العشاء من العماره والجامع لازق في العماره.
بس انت وهو ده الطبيعي بتاع احمد او الطبيعي بتاع اي راجل محترم، عشان ما اقولش الطبيعي بتاع احمد اخويا وانا اقول كده، الطبيعي اي راجل محترم نازل او ماشي في الشارع لقى عيلين صغيرين بيضربوا بعض، هيسلك ده ويسلك ده ويضرب ده ويضرب ده، وراجل كبير يعني ضرب عيلين عشان ماسكين في بعض حتى لو ما فهمش ابن خالتي، ده الطبيعي يعني بتاع اي راجل ابن اصوله متربي. ادي اللي احمد، ادي اللي احمد اتقتل عشانه، ان هو نازل لقى ابن خالته ولقى عيل تاني بيضربوا بعض، ضرب ده قلم وده قلم ومشى ده ومشى ده ودخل يصلي فرض ربنا، دخل يصلي فرض ربنا وهم واقفين بره مستنيين، يعني واحد جوه بيأدي فرض ربنا وقاعد بيقول الله اكبر وناس واقفه بره في 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 جنب سلاح. احمد طلع من الجامع، احمد طلع من الجامع وقف معاهم 3 دقايق 5 دقايق مشده كلاميه على طول، كان احمد اللي هو القاتل ده طلع الكازلك على طول اداله ضربه كده جت في ايد احمد، احمد بيعمل كده راح مديله ضربه على طول جت في قلبه، احمد جري منهم فضل يجري وراه، وكل كاميرات الشوارع جايبه اللي انا بقوله، اللي انا بقوله ده انا شفته في كاميرات الشوارع، وفي ثانيه الكاميرات تبقى معايا وفي ثانيه الفلاشات معايا، كل ده شفته، جري ناحيه سنترال كده بره برضه هم مكملين وراه وهو بيجري، قتل عمد، قتل عمد وسبق اصرار وكل حاجه وعزم النيه وكل حاجه، ان انتوا ثلاثه بتجروا وراه، ثلاثه احمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم، ونعمه عبد المنعم لسه ما اتقبضش عليها، اتوفى اخويا دخل جوه المحل السنترال، الراجل دخله قعد على الكرسي شرب بق ميه ووقع، اخويا واقع ميت والقاتل بيكسر في باب الدكان السنترال عايز يخش تاني، انا الكلام ده ما كنتش شفته غير اول امبارح لما قعدت ادقق في الفيديو، اخويا واقع ميت وده بيكسر في الدكان وعايز تخش له تاني، يعني انتوا مخلصين قاتلينه، انتوا قتلتوه قتلتوه، ناس مسجله معروفه طبعا بيتاجروا في المخدرات، المحامي بتاعهم شخصيا بدون ذكر اسماء، اول يوم في التحقيق معايا بنت خالي محاميه كانت موجوده جوه في التحقيق، طلعت قالت لي يا محمد اللي موجود معاهم استاذ فلان الفلاني، فلان الفلاني ده حد تقيل، طبعا انا قلت لها يكشكون محامين البلد كلها في ربنا، فهو لف كده قال لي انت اخو المتوفي، قلت له لا، قال لي البقاء لله، قلت له البقاء لله وحده، حضرتك صاحب دور الدفاع، قال لي اه، قال لي انا غصب عني انا معمول لي توكيل من 13 سنه في اواضي مخدرات فلازم انا احضر، عشان عاملين لي توكيل في اواضي مخدرات من 13 سنه قاعد معايا، لو بكذب هذا حصل الكلام من المحامي نفسه، محامي احمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم محامي الخصم تجاره تجاره عامل دول، قال لي انا ما عليا الا شغلي رزقي وجالي، اقول لا، قلت له لا الله يوسع عليك، قال لي دول عاملين لي توكيل من 13 سنه وهم بيتاجروا في المخدرات، ما خدوش ولا حكم، اكيد يا باشا خدوا حكم وطلعوا، اللي قاتل ده خد وطلع، واخد تاني اللي قتل معاه برضه خد مقضي ثلاثه والتاني مقضي خمسه في خمسه، هم و... متعودين على كده، متعودين طبعا، اللي مش سهل عندي فراق صعب قوي، لكن على الشغل والفلوس وعياله وبيته ومصر كل ده انا بالنسبه لي اوريدي عادي، اصلا قبل ما يتوفى هم عيالي دموع نشفت، الله شايفه ان صعب نشفت. ان الراجل يعيط، نشفت الدموع تعيط عليك كتير او تبعات دم، انت شايفه انا بعيط لك، ان انا بقول لك الدموع نشفت، مفيش دموع خلصت، لما اكون اخ ليك وصاحبك وزميلك والوحيد بنروح بقى شغل هنا في اسكندريه، ورحنا شغل في هنا، ورحنا شغل في العالمين، ورحنا شغل في جميع انحاء مصر، انا هو احمد ده راجل مشرف جوده في شركه كابنوري 7 سنين، راجل محترم شغال، راجل محترم وراجل ربنا كرمنا وبيت، انا براجل بشيل شغل مقاول تشطيبات، اخويا راجل اسطوره في الالموتيل، اخر حاجه احمد عملها اخر شغلانه احمد عملها عامل عماره كامله في وادي حوف، افخم عماره في وادي حوف تمن احنا اللي عاملينها، اخويا اللي عاملها الالموتيل كلها وستانلس وهندريل، فعلا اخويا صاحبي و نضحك مع بعض ونهزر مع بعض ونتخانق مع بعض وكل حاجه حلوه شفتها مع اخويا صعبي، انا لسه نازل الشغل بقالي 4 ايام، صرفت فلوس كتيره جدا اول من ساعه ما توفى، بس مش فارقه معايا مصاريفي الشخصيه، انا مصاريفي الشخصيه لوحدي ممكن 300 جنيه 200 جنيه سجاير بس، عشان قاعد يعني، عشان قاعد كل يوم بشرب علبتين سجاير 200 جنيه، علبتين مرت
مصاريف لوحدي الشخصية 300 جنيه، وغير معايا بقى تلات عيال غير عيال اخويا اتنين. اخويا قدامي دي صعبة اوي، اخويا لو قدامي دي انا هحطه جوايا كده، مش هسيبه قدامي، لان احمد يعني احمد راجل محترم وراجل مشفتش منه غير كل حنية وكل احترام. انا اخو الصغير كان بيجي بيعمل لي الشقة قدام الورشة، اخو الصغير كان بيطلع مع الناس في المواقع والمقاولين والشغل، كان بيحب يكبرني اخو الصغير، ولو زعقت معاه ولا براضيني في حاجات كتير صعبة اوي. لا مش تتعود، احنا عندنا ناس هنا بتروح التراب كل خميس. انا اسف، يعني الناس هنا بتروح التراب كل خميس؟ لا ولا يهمك ولا يهمك، انا ممكن كل يوم في الاسبوع 3 مرات اروح التراب واقعد كده قدام العين بتاعته. تتكلم معي؟ بتكلم معاه وبقعد اسلم عليه، يقول انا جنبك اهو، هاجي ابص عليك. كان بحب اسمع الطبلاوي وهو شغال، واروح اقعد في المقابر اشغل الطبلاوي، حط التليفون مشغل القرآن اسيبه شغال نص ساعة ساعة، سورة الطبلاوي اللي هو كان بيحب يسمعها بشغلها له، واقعد ساعة معاه وازق السبورة واملى المسقيات بتاعة الحمام وارمش الدور واسيبه وامشي. ربنا يبرد ناري ان شاء الله. اول واحد يعرفه انا. بقالك قد ايه تعرفه؟ من ساعة ما جبت 5 6 سنين 7 سنين. في الخمس ست سبع سنين دول شفت ايه من احمد؟ الله يرحمه ويسامحه ما شفتش منه والله اي حاجة، اي حاجة. كان بيصلي، كان بيطلع من الجامع يقعد هنا، كان عارف الشيوخ الله يرحمه، يعني الله يرحمه ويسامحه، ما كانش بتاع مشاكل. ما يستاهلش الموتة اللي شافها. لا والله حرام، افترى، ده افترى. الكترة ولما يبقى ناس كتير يعني 3 على 1 أو 4 على 1 ده حرام، ده افترى، ما ينفعش. هم جم عليه الله يرحمه ويسامحه، ما شفناش منه والله حاجة، هو جه علينا هنا ما شفنا منه غير كل خير الله يرحمه ويسامحه. أي حد كان بيحتاج حاجة كان بيعملها له. تعرف أحمد بقالك قد إيه؟ أعرفه دي ليجي سنة ونص أو سنتين. سنة ونص، في خلال السنة ونص تعرف إيه عن أحمد؟ راجل محترم وفي الشغل على طول، ما بيسيب شغله ومن بيت للشغل ومن شغل البيت. اخلاق احمد في المنطقه، انا عارفه ان حضرتك جاره، محتاجه اعرف اخلاقه كانت مع الناس عامله ازاي. هو اخلاقه في الشغل بس، يا راجل بتعامل معاه في الشغل وبيتعامل في المنطقه، ما عملش مشاكل واول مره نسمع المشكله دي، لكن هو ما كانش بيعمل مشاكل هنا في المنطقه خالص. زعلت لما سمعت ان هو اتقتل بالمنظر ده؟ زعلت طبعا، ورحت وقعدت معاهم وما سبتوش لحد ما دفناه ودخلت معاه التربه بتاعته. انا عارف احمد بقالي سنتين من ساعه ما فتحت المحل. خلال السنتين دول شفت ايه من احمد الله يرحمه؟ شفت منه كل خير، شفتش منه حاجه وحشه. لما كنت بفتح المحل ما كانش لسه عرفت ان كان بيجي يقف معايا. كان بيساعدك لما كنت لسه مبتدئ في فتح المحل يعني؟ ايوه، كان بيجيب العده من عنده من المحل ويجي يشتغل معايا. اللي خلاني انزل اسال الناس في الشارع ان شهاده الاهل بتبقى مجروحه، يعني مفيش حد هيقول على اهله حاجه وحشه، فانا حبيت انزل اتاكد بنفسي من سمعه واخلاق احمد. انا مش قريب، ده جاري هنا في الشغل بس، مش قريب وقسما بالله ما قريب. احمد اخلاقه كانت كويسه مع الناس، معاك، مش بتاع مشاكل؟ من ساعه ما جينا ما شفتلوش مشكله، من ساعه ما جينا والله ما شفتلوش مشكله. ربنا يرحمه، شكرا جدا.